والسبب الثالث يا عبد الله من أسباب عزة الأمة ونصرها ومجدها هو تطبيق شرع الله عز وجل في كافة نواحي الحياة. في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والأحكام والحدود وفي كافة نواحي الحياة. هذا من أعظم أسباب التوكيل، أعظم أسباب التمكين والعزة. والحياة السعيدة الرغيدة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.